بالنسبة لضغط المرتبة الأولى أظن ثلاث جولات ما كانش ضغط كبير. أنت طبيعة الحال شباب قسنطينة نظن الموسم الماضي كان دائما في البوديوم تقريبا مع البوديوم، فيعرف هذا الضغط جيدا. نحن نحاول نتعامل مباراة بمباراة، عندنا مباراة جد مهمة أمام نادي بارادو، ونحاول نقص الضغط ونرجع إلى إمكانياتنا الحقيقية ونحضر لهذه المباراة إن شاء الله بجدية. تلعب 10 الجولات الأولى لتيار دو شامبيونا، وتقدر بعد على حساب النتائج اللي قمت بها تعطيهم بعد يعني توجه للأهداف اللي تحوس وتسطرها مع إدارة النادي. والله النصرين اليوم نظن ملح الشيء اللي قدموه اليوم فوق المدرجات أو في المدرجات يعني مبهر ومبهر جدا، خلى نظن حتى الضغط ما رجعش سلبي نوعا ما. شفتوا الشوط الأول اللي قدمناه مع تشجيعاتهم إلى آخر دقيقة، إلى آخر دقائق وإلى غاية الشوط الهدف الثاني عفوا. فالجمهورنا يعطيه الصحة اليوم، مبروك عليه هذا الفوز، شاركونا في الفوز بتشجيعاتهم والوقوف يعني خلف الفريق، وإحنا بإذن الله نحاول دائما أن نكون عند حسن ظنهم بحول الله إن شاء الله.